السلام عليكم، معك دكتور محسن. اليوم بدي تحكي طريقة علاج سرعة القذف. بتعرفوا أكتر إن الرجول بيكون في عندنا القذف مدي دقة دقتان وبيصير مشاكل بينه وبين زوجته من هالمشاكل. نحن المريضين كيف منعالجين هون تم بالعياد الأندروفارت؟ في هذا من كله فيلر، هذا الفيلر منحطه لراس القضيب. شو بتسوي هيا؟ بتنقص السنسيتيفيتي على القضيب. بعد ما نحط الفيلر على المريض منعلمه تسوي تمارين خاص الكيجل. في له وحده طريقة هذا. في 4 جلسات ما نعطيه على المريض، ما نعلمش كيف هيشتغل فيين، وباسبوع مره بالاونلاين بالربط علينا بالاونلاين ومنقولوش كيف لازم يشتغل. بس بعد النتيجه الفيلر واربع جلسات اكسرسايز الكيجل الحمد لله فوق بالمية 90-95 المريض فيتو بيصير حاكم لحاله، والمده بتصير 10-15 دقه بياخذ لزم العيشه. تمو بخير ان شاء الله. مركز أندروفيرت لصحه الرجال هو العنوان الوحيد لسعاده الرجال.